مساء الخير. جالنا سؤال: ازاي احمي عينيا وانا بستخدم اللابتوب، خصوصا لو انا بستخدم اللابتوب او بستخدم عينيا في مسافات قريبه لفتره طويله؟ خلينا نقسم السؤال ده لشقين. الشق الاولاني هو الناس اللي ما بعد الاربعين او الاكبر من 40 سنه، دول لازم تستخدم نظارات القرايه وحضرتك بتستخدم عينيك في المسافات القريبه، سواء كانت قرايه وكتابه او المسافه المتوسطه بتاعه اللابتوب. الناس اللي اقل من 40 سنه عايزين من الاول نتفق معاهم انه مفيش حاجه اسمها نظاره حفظ نظر، يعني لو حضرتك نظرك سليم وبتستخدم اللابتوب انت ما عندكش اي مشاكل. فلو سمحت ما تروحش لدكتور العيون تقول له انا بستخدم اللابتوب لفترات طويله فاعمل لي نظاره حفظ النظر، ده كلام مش سليم. اللي ممكن حضرتك تعمله علشان تتجنب ان انت تصدع وتزغلل من كتر استخدام عينيك في مسافه اللابتوب هو ان انت كل 20 دقيقه تريح عينيك وتبص على حاجة أبعد من 20 متر، أو على الأقل تبص على حاجة في مسافة كبيرة شوية، علشان عضلات العين اللي بتنقبض في المسافات القريبة وبتخليك تركز على اللابتوب ومع طول الوقت بتصدعك وتزغللك بتبدأ إنها تدخل في مرحلة استرخاء لما تستخدمها في المسافات البعيدة. وممكن تعمل الموضوع ده من مرتين لثلاثة في الساعة علشان تتجنب إن أنت عينيك ترهق في استخدامك اللابتوب. هل استخدامي للكلام ده او حتى لو ما عملتش التمرين ده هل عينيا ممكن تتضر؟ لا، عمر ما عينيك هتحصل لك حاجه اكتر من ان هيحصل لك شويه ارهاق بسيط زي ما كل عضلات جسمنا بترهق من كتر الاستخدام، واول ما بتريح عينيك بترجع لوضعك الطبيعي وحالتك الصحيه السليمه.